تعالوا نروح من الكاميرون نشوف أجواء ما بعد هذه المواجهة مع زميلنا المميز دوما أحمد الهواري الناقد الرياضي. أحمد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل الجمهور المصري في كل مكان، وعرض لك لينا كلنا. أنا طبعا فاهم إنه الناس أكيد زعلانة هناك، كل الناس اللي بتسافر وبتتعب وبتجتهد عشان تساعد منتخب مصر كله زعلان، بس قولي برضو ردود الفعل الإيجابية بعد المباراة، الناس اتكلمت إزاي عن منتخب مصر؟ قالوا إيه على لعيبة منتخب مصر؟ أكيد طبعا حالة حزن كبيرة غيمت على الكاميرون كلها هنا، وحضور الجماهير المصرية النهاردة كان تاريخ عدد حضور الجماهير المصرية كريم 5000 مشجع في استاد أولمبيك. لكن بعد انتهاء ركلات الترجيح مباشرة اللفظة الإيجابية الأبرز وهي تحيه الجماهير المصرية للعديل وحرص اللاعبين على رد التحية الجماهير، وهي رسالة كريم إن الجمهور مقدر اللي وصل ليه المنتخب. الزعل من عدم التتويج بالبطولة، لكن ما فيش زعل خالص على الرجولة والمستوى والأداء اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني على مدار البطولة. شفنا المنتخب، هو المنتخب لو كده تبص على المشوار يا كريم هو اصعب مشوار بمقارنه بكل الفرق اللي وصلت سيمي فاينل. صح طبعا، لعبت كوت ديفوار، في المغرب، في الكاميرون، في السنغال. السنغال اللي توجد باللقب مشوارها كله اصعب مواجهه هي مواجهه النهارده. طبعا مفيش منتخب السنغال واجهه تقدر تقول ان منتخب كبير. السنغال لو كانت قابلت منتخب من المنتخبات اللي احنا اصطدمنا بيهم كان ربما تودع البطوله مبكرا. صحيح. لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. الجماهير هنا مقدره جدا يا كريم، واحنا خارجين من استاد اولمبيه الجماهير مقدره جدا 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 اللي وصل ليه منتخبنا. شايفين ان اللعيبه ما اثرتش خالص، ما فيش حد اثر. سوء الحظ، ركلات الترجيح دايما 50-50 هي يعني ركلات حظ. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. رب ضرت النافعة. خلال شهر ونص المفروض يعني عندك كان عندك ثلاث مقابلات مع منتخب السنغال، خسرت المواجهة الأولى وخسرت كأس الأمم الأفريقية، لكن عندك الهدف الأهم من وجهة نظري هو الصعود لكأس العالم 2022. فإن شاء الله في شهر مارس البكاء اللي شفناه النهارده من اللعيبة وتحملهم المسؤولية وإصرارهم على إن هم يعني أثروا وشايفوا إن هم كان لازم يجيبوا بطولة، الجمهور إن شاء الله يتوج في شهر مارس بالصعود لكأس العالم 2022. ان شاء الله يا احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز احمد الهواري من الكاميرون، زميلنا الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا.